عرفت يا بنت عمي. نعم. Allah'a emanet olun.
مني عاوتاني مقدم الدور ديالو هو كيتما هو اللي كيدور على الناس اللي بعتي شي بركه تعيط عليه هذا يعني المقدم على بسم الله وتيزدي فتحه والمقدم تيخصو يكون حافظ الفاتح تيخصو حافظ الفاتح بزاف لان هذيك الخدمه حتى هي راه فيها صعيبه ولا باك تصبر ما تقابلهاش وما تدخلش لهذاك الميدان داكشي كاينه قول هذاك مال سبع اسمع عبد اللطيف انا نهضر لك مع عبد اللطيف عبد اللطيف هذا المعلم اللي معروف في المغرب عنده واحد الوزن تاعو ثقيل في المغرب وباش يخدم معايا انا باش يخدم معايا انا في الليله ونكون معاه يكون معايا سند ديالي شي حاجه كبيره بالنسبه لي انا وبالنسبه ليه حتى هو باش يجي واحد الانسان يجي عندك من بلاد بعيده ماشي يجي لك من بلاد بعيده ماشي بحال ماشي بلادو يجي من مراكش للصويره باش يدير ليله في الصويره هادشي شي حاجه كبيره بالنسبه لي هو بالنسبه لي حتى انا معاه على بعضي دار قولي لا تسلم الله يا الله وحبابي يا الله على بعضي دار.
استغفر الله العظيم من قولي هذا. بعدا تقنويت نقدس عند مواليها هذه الموسيقى، نقدس عند مواليها صوفيا. الى بغيتي التوصل وعرفتي ما تقول فيها، في موسيقتها، في موسيقتها يعني يقدر من لك تبي واحد شويه ديال الرزانه والوقايه لمولاها. الا ما عندوش هادو ما يقولش هو شيخ في وسط الميدان ديالها، ما من ناحيه تسوالي على ما بين ديك الساعه ودروك فرق. الفرق اللي كاين وهو ولادها اللي تعلموا فيها ما تعلموهاش هي، ما تعلموش هي قاعد ضرت الموسيقى، تعلموا غير الموسيقى وحفظتهم مع الموسيقى في نشاطهم، ماشي في نشاط الميدان أو في نشاط نقول قدر مثل المريض أو الملوك أو المرياح أو المبلي أو المسكون. إنما كل عنده حقه من ناحية الموسيقيين، مناش عنده حقه من الموسيقى اللي كيعبل. كتبان لي ديك الساعه فيها الاحترام وفيها التقدير وفيها احسن الخلق، لا عند المعلم ولا عند الملائكي ولا عند الملوك ولا عند تتيجي المروبل او المسكون او حمق وتيقدوا هاد الناس ويمشيو في البلاصه اللي هي تستحق وتصلح ليه. وكانوا فعلا الناس كيبراو بهذاك طلب الله تعالى وتيكون داكشي غير عوين، ماشي زعما تيجيبوه هما يعطيوه ولا. واش هذيك الموسيقى زعما بوحدها هي كتغني؟ الموسيقى كتكمل. المهم ملي تيتفرجوا كلاوا تيتفرجوا تيلعبوا تيضحكوا تيجلسوا واحد شي ساعة أو ساعة زعما قالها تيتعشاو تيجيو مقدم تيقوم بالحمل، اسمو هو الحمل هو الزيوفة الطبيقة والبخور، كل زيافة صغيرة فيها البخور الجاوي صلبان داكشي على حسب الملوك، باش كل واحد اش يبغي اش من ريحه. ملي تيبداو تيدخلوا تيفتحوا الرحبه هذاك القدب هو تيقابل الرحبه
كتدار الرحبه هو تينوض يجيب المزمر يبخر طاح في واحد اللهم صل عليك رسول والله صل عليك رسول يا جان الله يفاجئ الدم ديالها الله يبيد ليها الايام الله يزين حالها قدام قرنها الله يفك خبلها الله يسرح بيدها الله يكمل لها منوات ما بين قرنها بجاه رحمه رسول الله والحمد لله يا رب العالمين يلا اجي بسم الله عاد توكلنا على الله مندوب عليهم شي الله يجعلهم حامد الله كانوا كيديروا المسلم هاد الطريقه هكا باش كيتفاروا مع راس السنه راس السنه الميود مع الجو اللي كيخدموا به الملائكيين راس السنه يعطيو الخايب ويعطيو كل شيء ويعطيو الهديات ويعطيو الذبيحه شعبان قاعد طبقه إيه؟ ميليومش لحد لما كاع الميدانات كلهم الاحال الاحوال مسلمين ما كنتكلم لك على شي حاجه انما كاع لا جلاله ولا عيساوة ولا كل شيء طيبين لله الا هذا الميدان هذا ديال القنبري فيه المرتبه وفيه قاع الدار وفيه احسن الخلق وفيه الانسانيه من راسك تبدا في احسن الخلق بغى النعس بغى القعد بغى الماكله بغى الشرب بغى الحياه بغى المتعه بغى الجنسيه بغى كل شيء احسن الخلق احسن الخلق هي المعلم هي الشيخ هي الموهبه راه ماشي تنقول لك الجن خليني من الجن راه كاينين الجنون الله يحفظنا منهم انا كنتكلم لك على الموهبه اللي عنده الموهبة دون موسيقى I'm
جد طاح شي واحد دا الحال تيمشي تيمشي عندو وكيجيبو وكيجيبو وقع وكيجيبو بلاو تيخليه وكيعطيه الزيت وكيوالف كيعطيه الزيت وكيوالف هي المساويان ولا الكحال ولا الخضار وكل واحد عنده اللون ديالو ليا عز حاجه عندي واحسن موسيقى اللي عزيزة عليا دخلت لقناوه حيت قناوه عزيزين عليا وكتعجبني هاد الموسيقى بزاف حيت مريضه انا اصلا مريضه عندي مرض وراثي بهاد الملوك حيت مريضه وكنرتاح ملي كنسمع قناوه كنرتاح وكنبرى واش تعجبني القنبري اسمي القراقب كيعجبني القراقب كتعجبني الموسيقى كيعجبني البخور ديال القناوه ودوك العادات ديالهم ودوك الطقوس وكيفاش كيدخلوا ديك العاده داكشي واش داكشي كيعجبني ايوا كنتمنى كنت انا مقدمه بحالي بحال مقدمه حيت كيعجبني هادشي بزاف كيعجبني القناوه خدت لهم مريضة ولكن أنا كيعجبوني ومريضة ذاك شيء أمي بالطن وميمونة وفيه وميمونة وفيه I'm gonna go to the hospital.
كنكون شي ليله كنكون قبل ما تجي الليله كنكون مريضه، ولكن من بعد كنكون هي هذيك حيت كنجذب وكنعطي لكل ملك داكشي اللي كيبغي. بحال دابا انا اللي الملك الوحيد اللي كيعذبني وخاصني نعطي داكشي اللي بغاه هو سيدي ميمون. خصني انني في داك لو طون فاش كيغنيو على سيدي ميمون انني نجذب بالشمع ونكون لابسه كلشي كحل ليه. وإلا ما درت هادشي كيمشي ليا الصوت، وكنتمنى من الله يعفو عليا. أنا راه مريضة رغم ذلك، وخا كيعجبوني كنتمنى الله يعفو عليا منهم. الله يعاونكم. الله يعاونكم. يا بواب وحل الباب باب الله وقف الدين وجوع المسلمين الله يعاونكم.
كل معلم عنده المقدم ديالو، كاين اللي كان قدمات اللي كيخدموا مع المعلمين ديالو، حتى هما كيدبروا على الميلاد ديالو. تيجي عند ديك المقدمه لان ديك المقدمه عطيها الدور ديالها. ملي تات ملي تات فاش تطيح فاش تات يلاه كبي تعرف عليها تتعرف عليها تطيح وكتقول لي راه انت مسكونه وعمره وافيكي 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 جيبي الذبيحه وجيبي هذه الا بيتي تبراي الا بيتي تبراي. هذوك الناس النمراد بحال تيخففوا تيكون مزير تيجلس تيكون مزير ملي ما تتعرف تيطيح تيبخروا ليه تينوض كيجذب تيبرد هو يشو تيجذب تيطيح تيهزه تيديه تيبقى متكي واحد شويه تيفيق تيفيق هو هذاك تيجي ذبح هذاك. اوليدي انا ملي كنت صغيره بديت بالزدبه هي الاولى المهم مقدمه بديت بالزدبه عندي 10 سنين. ايوا نهار اللي كبرت سديت داكشي من عند الوالده عند الوالده الله يرحمها هذاك الشيء ورثته من الوالدين عندي. بقيت خدام مع الوالده قبل ما نتزوج منها مات الوالده سديت داكشي ديالها بقيت عليه بقيت عليه تنخدم للناس كنقلع للناس وكلشي زعما تيجيب الله تيسير على يديا و تنخدم مع المعلم زعما اللي جاني كنخدم معاه والمعلم ديالي هو الحسن لا اله الا الله. ايوا وليدي هي هادي قلت لك دابا تمشي لمولاي ابراهيم مشيت الساده طنجور بواحد الذبايح تعمار الميدا وداكشي عندي كلشي مزيان المحله الطبيقه ديالي من العام لعام تندير الليله ديال دكناوه فهمتي وهي هذيك اوليدي او هادشي جاري به العمل تملكنا حنا صغار الحمد لله كنا هادشي من عند الوالدين بعدنا عليه هرو نهار يعفو الله في واحد الساعه لا اله الا الله داكشي اللي كاين اوليدي الناس يكونوا مرض داكشي تلارياح كنجي كنداويهم تيسيروا لاباس تنقلع عليهم وكلشي كيسيروا لاباس الخدمه عندي بالبيضه والتسبيح فهمتي عندي بالبيضه بالمحله ديالي تيجيب الله التيسير على يديا الحمد لله الحمد لله علاش ما كتجيبش الاخر؟ لا انا هذا كل الملك ديالي اللي كنجذب فيه هذا كل الملك ديالي اللي كنجذب فيه انايا في فود الماء هو اللي عندي انا صعيب كاع من الملوك كاملين هو اللي كنجذب فيه بالاخص ما عرفتش على سميتو عبد اللطيف المعلم ديالي اللي سدوا ليا معلم الحسن. Yeah.
الله يذبح منها، الله يقدمها على خير، الله يجعل حليفة الله بجاء الله، الناس تخاف الله، الله يجعلها بجاء الله، المدرة في الله، يدحل البحر في الله بجاء الله، الناس تخاف الله، الله يجعل حليفة الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. الملك ديالي كيشوف الملك ديالي ما كنكونش انا كيكون الملك ديالي هو اللي حاضر ديك العافيه انا بحال كنحس بالمبارد ما كنحس بديك العافيه كاع المقدمة تيجي هكا في الرجال العيالات المقدمة كتدير ديك تتشوف الشوافة حنا تنقولوا بأنه الشوافة وتتخدمي مع العيالات العيالات يعتقدوا بأنه راه مقدمة كتشوف عاد تقول لها جيبي شي دجاجة حمراء أو كحلة أو ملونة أو وكتقول لها اش المشكل عندك كتقول لها اش المشكل عندك دابا كتقول لها انا هذه السعد ديالي بين الزواج وما زاد حتى شي واحد وانا كبرت وعادي هي كتبدا تنظن انا بانه هذاك الشيء غير اش باش نقول لها احنا باسم هذاك الشيء الشعوذه دابا غادي نهضروا على عيشه عيشه واحد 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 الملك هو ما كانش في قناوه اصلا ما كانش في قناوه واحد الملك تيجي تينحدر من الطقوس تاع احمد شا حمدوشيه هادشي جابوا واحد جابوا شي معلم قدام بحال معلم الصام بحال معلم الصام هو اللي دخل هاد عيشه حمدوشيه في احمد شا ودارت من بعد حنا كنديروها في الصويره من بعد كحل من بعد كحل كاين بعض الموديل كيديروها قبل تروح على العيالات ولكن عيشه كدار في الظلام تدار قبل ما تطلع الشمس قبل ما تطلع الشمس وهذا عيشه هادي هو ملك ديال العيالات تيجدوا فيها العيالات وبزاف كنطفو فيها الضو كنطفو فيها الضو عرفتي علاش كنطفو فيها الضو حيت عيشه كدار في الظلام تيجيو فيها عباد الله في الظلام الا شعلتي غير شي شمعه ولا حاجه يقدر بالي تكون شملك يطيح عليك في الليل في العيشه وكون ديري عيشه تنغني فيها تنقول فيها لا لا عيشه ولا لا يا نعبد الله لا لا سمايا الله لا لا هذيك لا لا عيشه لا يا سلبى البنات لا لا يا نعبد الله لا لا سلبى الولاد لا لا يا نعبد الله لا لا اقول يا ريا كنمشي كنبداها بالذكر تكون شايف فيه الضوء الذكر تاع احمد شا ديال احمد شا كنبدا فيه يبرش تبدا القمري ورش هاد الوقيته كتصد واحد البارتي كيتفضوا كتزق القابو القمري تبدا داك السبري تاع داك الملوك تاع غادي يبداو حيت تفضلوا لي كتبدا هي هادي هي عيشه ظلم مزيان قناوه كي جات وكيتحطات وكيتغنى هكا هادي عيشه في مزيان قناوه سي بون